من السوبرفيشال مايكوزيس تيجي للكيوتينس مايكوزيس، وهي الفطريات التي تصيب الخلايا الحية في الجلد. فالكيوتينس مايكوزيس هي الفطريات التي تصيب المناطق الأعمق في الجسم، تصل للأنسجة والخلايا الداخلية تحت الجلد أو في طبقة الجلد نفسها، وتصل إلى المنطقة التي تحث أو تنشط جهاز المناعة ضد هذا الانفكشن. يعني حيكون في رياكشن من جهاز المناعة ضد هذا اللي هو الفانجال انفكشن، وعشان هيك حنشوف في أشكال متعددة للمرض على الجلد. فطبقة الكيوتينيوس مايكوزيس هي طبقة، أعلى طبقة من الجلد والشعر والأظافر، والفطريات تدخل داخل الأنسجة الحية والخلايا الحية. وبسبب المرض مجموعة من الفطريات بسموها درماتوفايتس. عشان هيك المرض نفسه برضو بسموه درماتوفايتوزيز أو درماتومايكوزيز، درماتوفايتوزيز أو درماتومايكوزيز. هذا الفطر أو المجموعة من الفطريات محبة لطبقة الكيراتين، في طبقة في الجلد فيها خلايا ميتة في الجلد اسمها طبقة الكيراتين. فهذه الفطريات بتنتج إنزيم اسمه الكيراتينيز، فبحطم الكيراتين وتتغذى الفطر على اللي هي الكيراتين، وبالإضافة لأنها ممكن تصل إلى المنطقة الأسفل من الجلد، عشان هيك بسموها كيراتينوفيليك، محبة للكيراتين، لأنها بتنتج إنزيم الكيراتينيز. الآن اسم المرض نفسه له أسماء متعددة، بسموه تينيا، حتى الأطباء الجلدية بسموا كل منطقة في الجسم تصاب بالفطريات باسم معين مختلف عن الآخر. هنشوفه كمان شوية الكلام هذا. كل منطقة في الجسم تصاب بالفطريات بسموها باسم مختلف عن الآخر حتى يميزوا اللي هو أنواع الفطريات أو أنواع الأمراض المختلفة. فتينيا تعني اللي هي اللغات القديمة اللي هي الفراشة، لأنه كانوا يشوفوا هذه الفطريات موجودة على الجلد، جلد الإنسان، على شكل فراشات، أو بسموها رينج وورم، رينج لأنها دائرية، وورم لأنهم كانوا يفكروا تحتها ديدان، كانوا يفكروا تحت الإصابة أو تحت المرض ديدان. طبعا هذا كلام مش صحيح، لأنه التسميات قديمة، التسمية الحديثة اليوم درماتو فيتوزيز أو درماتو مايكوزيز. انتو شايفين طبقات الجلد عبارة عن إبيديرمس، ديرمس، وهايبوديرمس آخر طبقة، وأول طبقة فوق الإبيديرمس، في برضو تنقسم إلى عدة طبقات، الطبقة العليا ستريتم كورنيوم، وهذه تقريبا الطبقة التي تصاب بهذا المرض، فيها اللي هو الكيراتين، المرض اللي بنحكي عنه مرض الجلدي بسبب ثلاث أنواع من الفطريات: ترايكوفايتون، وهذا بتصيب الجلد والشعر والأظافر، مايكروسبورم بتصيب الجلد والشعر، والبدرماتوفايتون بتصيب الجلد والأظافر. انتقال المرض
ينتقل بشكل مباشر من شخص إلى شخص، ويمكن احنا نحكي عنه كمان شوية كيف بنتقل المرض بين الناس أو في الطبيعة. المايكروسبورم ينتقل عن طريق الحيوانات، القطط أو الكلاب، عشان هيك لابد من معالجة الحيوانات قبل معالجة الإنسان حتى لا يصاب الإنسان بالمرض وينتقل إليه من هذه الحيوانات المصابة، مثل القطط المنزلية والكلاب المنزلية. عالم اسمه دي هوج إت آل في سنة 2016 اكتشف انه مش بس الثلاث انواع هذه هم المسببة لمرض الدرماتوفايتوزيس، في عندنا 9 انواع، وهذه للمعرفة فقط، يعني الابيدرماتوفايتون والمايكروسبورم والترايكوفايتون والاريثروديرما وستينومايسيز ولوفوفايتون ونانيزيا وجيورومايسيز وبارافايتون. 9 انواع، 9 انواع. طبعا اول 3 اسماء هي الاسماء اللي تو حكيناها. طبعا هذا الكلام جديد يعني، ونشر في المجلات العالمية، يعني بالإضافة لأنه تصنيف الفطريات كل يوم يتغير، كل يوم يتغير. الأعراض التي تظهر على المريض سببها اللي هو دمج، يعني عبارة عن تكسير الكيراتين بالإضافة للالتهابات التي تنشأ عن الوجود الفطريات. الظهور المرض، ظهور قلنا المرض في الأماكن مختلفة، في أماكن مختلفة من الجسم، وهذا اللي قلنا أطباء الجلدية سموا كل مكان باسم معين، anatomical site involved، كل مكان باسم معين، وقبل كمان شوية حناخدهم بالتفصيل. طبعا يعني سبب المرض قلنا اللي هو ديرماتو فايتس اللي مجموعة الفطريات. الصورة هذه والصورة اللي بعدها، كل مكان مصاب بفطر في الجسم بسموه الأطباء اسم معين. يعني مثلا لما يكون الفطر في فروة الرأس بسموا المرض تينيا كابيتس، لما يكون المرض في الخد بسموه تينيا بارتي، لما يكون في الجسم نفسه في الأماكن الدهنية في الجسم يسموه تينيا كوربوريس، لما يكون في الأظافر تينيا أنجم، لما يكون في الوجه بسموه تينيا فيشي، لما يكون في كفة الإيد بسموه تينيا مينس أو مينم، لما يكون بين الفخذين بسموه تينيا كروزيز، لما يكون في الرجل بسموه تينيا بيدس. الكلام اللي حكيناه إحنا قبل شوية نحكي قاعدين، لما أقول تينيا كابيتس معناته المنطقة المصابة الشعر أو الرأس، في الغالب يكون موجود في الأظافر في الأطفال، في الغالب يكون موجود وين؟ في الأطفال. لما تكون نقول تينيا بيدس فهو عبارة عن اللي هو فطر موجود في الرجلين، فطر موجود في الرجلين والقدم بسموه القدم الرياضية، قدم الرياضية. طبعا بيكون موجود في الأصابع في القدم. في الأظافر بنسموه تينيا أنجم، بكون تينيا أنجم وبنعمل مزرعة للأظافر. قلنا في المناطق الدهنية في الجسم بنسميه تينيا كوربوريس، ممكن يكون في أي مكان في الجسم. في عندنا تينيا كروزيس لما يكون بين الفخذين أو في منطقة مثلا فتحة الشرج بسموه جوك إتش. في منطقة الخد بسموه تينيا باربي أو منطقة الوجه. وتينيا فيرسيكارا اللي تو حكي عنها قبل شوية اللي بتصيب 25% من الناس، وبكون فيها ديسكلاريشن في الجلد. تفصيل أكثر، كل نوع من أنواع الأمراض الفطريات الموجودة في جسم الإنسان إيش أنواع الفطر اللي بسببها. مثلا تينيا كابيتس بسببها ترايكوفايتون ومايكروسبورم، تينيا بيديس ترايكوفايتون رمرم وإبيدرماتوفايتون فلوكوسم، تينيا أنجم ترايكوفايتون رمرم، وهكذا. كيف بنتشر المرض أو وين منتشر المرض؟
أول حاجة ممكن ينتقل من إنسان لإنسان، وبنسميها ده أنثروبوفيليك، وممكن ينتقل من إنسان لإنسان أو من عضو لعضو في الإنسان نفسه، بنسميه أنثروبوفيليك. إذا كان ينتقل من الحيوان للإنسان بنسميه زوفيليك، ممكن ينتقل عن طريق الحيوانات المنزلية الكاتس والدوجز والكاوز، بتكون مريضة وعشان قلنا لازم نعالجها. الجيوفيليك ممكن ينتقل عن طريق التربة، ممكن ينتقل عن طريق التربة أو ينتقل للإنسان بشكل مباشر عن طريق اللي هو الطبيعة، نسميه جيوفيليك. الفطر الذي يصاب به الإنسان مهم جدا حتى نعطي المريض العلاج المناسب، زي البكتيريا. فالفطر الذي يصيب الإنسان من الحيوانات أو من الطبيعة من التربة ممكن يسبب الإنفلاميشن للإنسان، درماتوفايت في حالة أو في جميع الأحوال موجود، اللي هي الفطريات اللي بتصيب اللي هي الإنسان وبتعمل الدرماتوفايتوزيز بتصيب كل البشر الموجودين في الكرة الأرضية، ولكن الأنواع ممكن تختلف من مكان إلى مكان. يمكن الأنواع اللي بتصيب الإنسان في غزة تختلف عن اللي بتصيب الإنسان في مصر، تختلف عن الإنسان توزيعها أو نسبتها، تختلف. هذا جدول بوضح توزيع الأنواع، أنواع الفطريات في قطاع غزة، وهذا عبارة عن بحث تم إجراؤه في المختبر المركزي. ترايكوفايتون 41%، مايكروسبورم 38%، إبيدرماتوفايتون فلوكوسم 2.9%، كانديدا 14%، وماليزيسيا فرفر 2.9% تقريبا. نيجي نفصل كل نوع من الأنواع. تينيا كابيتس هي قلنا الفطريات التي تصيب فروة الرأس والشعر، فروة الرأس والشعر. في منها أربع أنواع. أول نوع بسموه كيريون، هذا النوع بكون فيه التهاب مؤلم جدا عند المريض في رأسه، وفي بكون ريزد بوجي ماس ونسكالب، عبارة عن كتل بيطلع منها بص من الجلد أو من فروة الرأس في عدة أماكن في رأس الطفل الصغير بالذات اللي بتصيب الأطفال، فهي فيها عبارة عن قيح سوبريتنج في عدة أماكن في رأس الطفل، بالإضافة إلى التهابات مؤلمة وتكتلات موجودة في رأس الطفل الصغير. في عنا فيفاس، الفيفاس بكون في قشور حوالين المنطقة المصابة حوالين بويصلات الشعر، ولما نعمل كيواتش بنلاقي أريثروسبورز داخل الشعرة، ممكن نلاقي هايفي كمان داخل الشعرة في الفيفاس. في عنا إكتوثريكس لو أخذنا عينة من المريض حنلاقي السبورز، الأريثروسبورز أو السبورز موجودة على جدار الشعر الخارجي، زي ما تشايفين في الصورة، على جدار الشعر الخارجي. بينما النوع الرابع اللي هو الاندوثريكس بكون السبورز أو الأريثروسبورز موجودة داخل الشعرة، طبعا يعني تفرقة من هذه الأنواع مهم للطبيب عشان يتعرف على نوع الفطر، اللي مسببه المرض. هذه الصورة تمثل طبقة الجلد والفطريات اللي موجودة في الشعر، ففي الرقم A أو الحرف A في
في عنا ستريتوم كورنيا، البي في عنا اكتوثريكس اللي هي الأبواغ موجودة على جدار الشعرة الخارجي، سي اندوثريكس السبورز موجودة داخل الشعرة، داخل الشعرة. الفافيك قلنا الاريثروسبورز بتكون موجودة أيضا داخل الشعرة، ممكن يعني تكون حتى الهايفي موجودة داخل الشعرة. النوع الثاني التينيا بيديس اللي هي الفطريات الموجودة في القدم، في الأقدام، تكون موجودة في يا إما في القدم يا إما في أصابع الرجل الكبيرة يا إما بين الأصابع، انتر ديجيتال ويب سبيس بين الأصابع. وهذه بتصيب الناس اللي بيلبسوا الشوز لفترة طويلة، لفترة طويلة، وبسموها القدم الرياضية athletes foot، لأنه كثير من الرياضيين يصابوا بهذا المرض لأنهم بيلبسوا البوت لفترة طويلة. عندنا التينيا أنغام، التينيا أنغام بتصيب الأظافر، بتصيب البالغين، وبسموها كمان أونكومايكوزيز، فهي إصابة الأظافر بالفطريات. أما التينيا مينام فهي إصابة كفة الإيد بالفطريات، ممكن نلاقي هايبر كيراتوزيز يعني كمية كبيرة من الكيراتين موجودة على الأصابع، أصابع الإيد بسبب وجود الفطر. تينيا كوربوريس أنا قلنا هذه بتصيب، أو المرض هذا بيكون موجود في الأماكن الدهنية أو اللي فيها فشي فيها شعر في الجسم، بيكون في قشور حمراء في الجلد وبقع، وبنلاقي دوائر زي ما شايفين في الصورة اللي فوق، ومرتفعة من الطرف، مرتفعة من الطرف. في عندنا تينيا امبريكاتا، هذا يعني نوع مش كتير مشهور من التينيا كوربوريس، هذا بيصيب الناس على فترات طويلة جدا جدا، بتكون الفطريات على شكل دوائر في جسم الإنسان بسبب انه الفطر موجود لفترات طويلة، فبتكون على شكل دوائر في جسم الإنسان. يا باربي اللي هو منطقة الخد، الفطريات اللي بتصيب منطقة الخد من الوجه، الشعر الموجود في الخد يسموه تينيا باربي. تينيا كروزيز اللي هي بين الفخدين، هذه منتشرة في المناطق الاستوائية ومشهورة بين الناس أو الرجال اللي بيلبسوا ملابس ضيقة، وتشمل طبعا منطقة اللي هي الشرج والسكروتم اللي هي الخصيتين وحوالين فتحة الشرج، وهذه المناطق هذه طبعا ممكن تنتقل للإنسان عن طريق استعمال الحمامات الغير نظيفة. في عنا الاي دي رياكشن، الاي دي رياكشن هو عبارة عن وجود الفطر في جسم الإنسان، ممكن الفطر هذا يوجد في جسم الإنسان ويعمل حساسية، الأنتجين تبعته تروح الدم وتعمل حساسية في جسم الإنسان، فتظهر على شكل حويصلات مثلا عند الأصابع، بسموا هذا التفاعل ID reaction أو auto eczemization، auto eczemization هو عبارة عن مرض حاد، جلدي حاد، سببه وجود الفطر، stimuli يعني الفطر هو اللي بنشط أو بحث على وجود هذا المرض، وممكن تؤدي طبعا إلى وجود طفح جلدي secondary eruption في مناطق مختلفة من الجسم بسبب
انه هذا الفطر ممكن يسير في دم الانسان ويعمل حساسية في جسم الانسان. ممكن هذا المرض ايضا يبدأ عند بداية الانتيفانجل، لمضادات الفطريات. في نوعين منه هذا الايدي، في نوع يتعلق بالتينيا كابيتيس في الاطفال، فبصير عند الانسان اللي هو عبارة عن مشاكل في حويصلات الشعر في كل الجسم، scattered follicular lesion، مشاكل في الحويصلات في كل الجسم. النوع الثاني في التينيا بيدس، وهذا ممكن يصيب أو يكون موجود في المناطق المنثنية أو المنحنية في الجسم، في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين، بالذات أصابع الرجلين هو لأنه تينيا بيدس. ممكن كمان يصيب أصابع اليدين زي ما شايفين صورة. هذا شخص عنده فطر مثلا في أظافره، فانتشر الفطر في دم المريض وصار عمل حساسية في كل جسم المريض، فهذا يسموه Auto-eczemization، نوع من أنواع التينيا بيدس. Auto sensitization dermatitis، انه في dermatoid vesicle في حويصلة صغيرة في رجل المريض، قلنا سببها ممكن يكون تأثير الفطر على جهاز المناعة. تشخيص هذه الأنواع من الفطريات، أولا الود لام. الود لام هو عبارة عن لمبة بيستعملها الطبيب، بوجهها على رأس المريض، والمناطق اللي فيها فطر بنلاقيها صارت فلوريسنت، تضيء بإضاءة فلوريسنت المناطق اللي فيها فطر، فبيعرف الطبيب انه في فطر عند هذا المريض. ممكن نعمل فحص الكواتش من الشعر او الاظافر او الجلد، ونشوف اللي هو الفطريات الهايفي او المايسيليوم او السبورز تحت الميكروسكوب. ممكن نعمل مزرعة كمان لانواع هذه من الفطريات، وبنتعرف على نوع الفطر من خلال شكل الماكروكونيديا، والمايكروكونيديا شكل السبورز او شكل الفطر تحت الميكروسكوب. نحكي شوية عن المزرعة، مزارع الفطريات. مزارع الفطريات بتفيدنا في معرفة نوع الفطر. كل فطر له شكل معين، له ترتيب معين، له شكل كونيديا معينة. في أنواع من الفطريات له ماكروكونيديا، يعني في السبورز عبارة عن يعني أشكال حجمها كبير، وفي مايكروكونيديا اللي هو السبورز عبارة عن أشكال حجمها صغير. فشكل هذه اللي هو السبورز وموقعها على الهايفي، وهل هي سبايرال، هل هي شكلها زي مضرب التنس، هل هي فافيك تشالندر يعني شكل معين، كل هذه بتساعد في معرفة نوع الفطر. يعني بمعنى آخر، شكل الفطر تحت الميكروسكوب بفيدنا في معرفة نوع الفطر إذا كان زرعنا الفطر على أطباق زراعية. هذه أشكال الهايفي، في عنا هايفي على شكل سبايرال زي ترايكوفايتون من تاجروفايت، في عنا هايفي على شكل بيكتينيت بادي زي مايكروسبورا مودنياي، في فافيك تشالندر زي ترايكوفايتون، وفي عنا نوديولار اللي هي زي الحلقة أو زي البويصلة زي الميكروسبورم، وفي عنا زي الراكت شيب. يعني معنى آخر، شكل الهايفي تحت الميكروسكوب أيضا بفيدنا في معرفة نوع الفطر. برضو هذه أشكال متعددة للفطر تحت الميكروسكوب، في عنا سلندريكال اللي هو الكونيديا، ماكروكونيديا زي ترايكوفايتون، وفي عنا ماكروكونيديا
فيوزيفورم زي المايكروسبورم، وفي عندنا زي كلب شيب زي الليبيدرماتوفايتون. فكل ماكروكونيديا او مايكروكونيديا الى شكل محدد بفيدنا في معرفة نوع الفطر تحت الميكروسكوب. انواع الاوساط الزراعية اللي بنستعملها في زراعة الفطريات، في عندنا سبارويد ديكستروز اجار، وممكن نحط عليه انتيبيوتيك. ليش الانتيبيوتيك؟ عشان نمنع نمو البكتيريا، نمنع نمو البكتيريا. ففي الغالب بنحط كلورامفينيكول او جنتامايسين، وبنعمل له انكوبيشن عند 25 او 37 او 37 او 30 درجه مئويه. معظم الفطريات بطيئه النمو، تاخذ من 10 ايام لثلاث اسابيع. في عندنا وسط زراعي مهم اسمه ديرماتوفايت تيست ميديوم، هذا خصوصي للديرماتوفايت، بيفرق اللي هو بين انواع الديرماتوفايت من الكونتامينانت على الطبق. في عندنا نوع ثاني في ديرماتوفايت ايدنتيفيكيشن ميديوم، برضو هذا يستخدم في تعريف الديرماتوفايت. ممكن طبعا هذول الوسطين الزراعيين نتعرف على نوع الفطر من خلال تغير في اللون، التغير في اللون، لان الفطر حيعلي البي اتش وحيغير اللي هو لون الميديا. في بعض الفحوصات ايضا بتساعد على تعريف الفطريات الجلدية، زي في فحص النهير بيرفوريشن تيست، هذا فحص بيساعدنا على معرفة انواع الدرماتوفايت، خاصة ترايكوفايتوم منتاغروفايت وانواعها، خاصة ترايكوفايتوم منتاغروفايت والسبيشيز تبعتها. من خلال الفحص هذا بنقدر نفرق بين السبيشيز تبعتها. في عندنا فحص اليورياز تيست، في عندنا فحص الهير براش سامبلينج تكنيك، وهذا اخذناه في بداية المادة، وفي عندنا فحص سكين تيست بواسطة الدرماتوفايتين، برضو هذا اخذناه في شابتر اللابوراتوري دياجنوزيز. بنحقن تحت الجلد نوع الفطر وبنشوف اذا كان صار حساسية بكون الفطر موجود، اما اذا كان ما صارش حساسية بكون الفطر مش موجود، بالاضافة لفحص البوليميريز تشين رياكشن. قلنا الدرماتوفايت في منها ثلاث انواع، ترايكوفايتون ومايكروسبورم وديرماتوفايتون. خلينا ناخذ معلومات عن كل واحدة منهم لانهم مهمين جدا، هم تقريبا الثلاثة اللي بيسببوا الدرماتوفايتوزيز. في عندنا نوع ترايكوفايتون، ترايكوفايتون في منه 19 جنس سبيشيز او 19 نوع. الترايكوفايتون بتصيب بالذات الجلد والشعر والاظافر، نادرا ما تدخل داخل تحت الجلد الا في الناس ضعيفي المناعة. المزرعة تبعت الترايكوفايتون بتاخد من اسبوعين لثلاث اسابيع. تحت الميكروسكوب بيظهر الفطر على شكل ماكروكونيديا كبيرة، بتكون ناعمة ولها سبتات هايفي رقيقة من 0 ل 10 سبتة، وشكلها زي القلم. والمستعمرات بتكون مرتفعة قليلا عن سطح الطبق ولها ألوان مختلفة. تعريف الفطر هذا يحتاج إلى بعض الفحوصات الكيميائية أو معرفة شكل الفطر. تقريبا الترايكوفايتون ربرم هو أشهر نوع من أنواع الترايكوفايتون اللي بتسبب الأمراض، مرض التينيا. هذه صفات المايكروسبورم والليبيدرماتوفايتوم والفرق بيناتهم، ومين عنده ماكروكونيديا ومين ما عندوش، ومين عنده مايكروكونيديا ومين ما عندوش. إذا المايكروسبورم عندها ماكروكونيديا ونادرا ما يكون عندها مايكروكونيديا، الليبيدرماتوفايتون عندها ماكروكونيديا لكن ما عندهاش على الإطلاق اللي هو المايكروكونيديا. هذه الماكروكونيديا تبعت الترايكوفايتون تحت الميكروسكوب، وهذه الفروقات في الشكل بين الترايكوفايتون سبيشيز حسب شكل الهايفي، لكن هذه أيضا بدها دقة في التعرف عليها تحت الميكروسكوب.
يكون الإنسان دقيق حتى يتعرف عليها. لأن المايكروسبورم برضو إلى 19 سبيشيز، 19 نوع، برضو بتصيب السكن والهير، نادر ما تصيب الأظافر. كانت منتشرة بشكل كبير جدا سابقا، لكن قلت في المجتمعات وفي العالم. أكثر ناس معرضين للإصابة الناس اللي أعمارهم من 15 ل 20 سنة. هذا الفطر دائما بيكون موجود في فروة الرأس، ممكن نشوفه كمان في فحص اللي هو الود لامب اللي حكينا عنه قبل شوية، اللي هو الفلوريسنت لايت، بوجه الطبيب إلى رأس المريض. إذا كان عمل فلوريسنت لايت الشعر نفسه، إذا كان عمل فلوريسنت لايت معناته المريض مصاب بهذا الفطر. الفطر هذا بينتج ماكروكونيديا كبيرة شكلها زي سبندل لو شكلها مغزلية، وهي مالتي سيليولار يعني إلى أكثر من خلية، وكمان يعني عبارة عن إلى طرف حاد، إلى طرف شوكي حاد، إتيرولات سبايني. أشهر نوع منهم اللي هو المايكروسبورام كانيس، أشهر نوع من الأنواع اللي موجودة في المايكروسبورام اللي بتصيب الإنسان في أمراض التينيا. هذه أشكال مختلفة أيضا من الهايفي من المايكروسبورام، عشان نتعرف على المايكروسبورام تحت الميكروسكوب بشكل جيد. هذه أيضا شكل الماكروكونيديا تبعت المايكروسبورام. آخر واحدة من الثلاث أنواع هي إبيدرماتوفايتون. تقريبا إبيدرماتوفايتون فيه بلا تو سبيشيز فقط، إبيدرماتوفايتون فلوكوسم وهذه هي الممرضة، والنوع الثاني إبيدرماتوفايتون ستوكدالي وهذه مش ممرضة تقريبا ومش معروفة بشكل كبير جدا في الوسط الطبي. الإبيدرماتوفايتون فلوكوسم هي الوحيدة الممرضة، وهي أنثروبوفيليك يعني ممكن تنتقل من إنسان لإنسان وبتعمل اللي هي العدوى للإنسان. إبيدرماتوفايتوم فلوكوسم بتصيب الجلد والأظافر، نادرا ما تصيب الشعر. المستعمرات اللي بتكون موجودة على الطبق بتكون لونها أصفر وقطنية. بالنسبة لشكل الفطر تحت الميكروسكوب بتكون في عنا هايفي سميكة ولها شكل مثل الشعبة، باي فيوريكيتد، شكل مثل الشعبة، وبكون شكلها زي الكلاب شيب، كلاب شيب ماكروكونيديا زي الهراوة، كلاب شيب ماكروكونيديا زي ما شايفينها في الصور اللي فوق واللي تحت. هذه شكل إبيدرماتوفايتون، شايفين لها أشكال زي الشعب متشعبة ولها ماكروكونيديا شكلها زي الكلاب شيب، شكلها زي الكلاب شيب. هذه هي الإبيدرماتوفايتون تحت الميكروسكوب ومتاخدة من مستعمرة على طبق.